حياك الله. شلونك؟ شو اخبارك؟ شو اخبارك؟ شنو الاخبار؟ والله الحمد لله. انت شنو اخبارك؟ الله يسلمك. هم زين. قلت لك تعال لهنا وجيت. شو هو جيت على ثاني كان؟ هم زين. صار لي ساعه امشي شويه الطريق بعيد. شنو وين هالغيبيه؟ ماكو والله. عندي ظرف كلش صعب. تخلصت من عنده الحمد لله. الحمد لله خلصت من عنده. وهسه راح نبدي. يا الله. نبدي نتخلص من العصابه. ايه. ونضل ندور على شيء انت ما تعرفه. تمام. ما حد يعرفه. بس اريد اتخلص من العصابه حتى نبدي بيه. تمام؟ تمام. هسه اخوي شو نسوي؟ تصعد وياي؟ ايه. مسدسك جايبه؟ لا. انا اطيك. عنده واحد انا اطيك. ما قلت تجيب مسدسك. تصعد وياي؟ ايه. ونروح نهجم عليهم. تمام؟ يلا. بس كنت جايب مسدس. نكتلهم كلهم جايب. يلا. احمد. اخوي وياك. احنا هسه راح نروح. ايه. نطب لهم فرد طبه. هي ما عندنا شيء. انا وياك. هي وياك. انا نحضر اسلحتنا ونطب نكتلهم كلهم. هي لان بالليل عندي شغل. تمام. وهسه هم عندي شغل. هالايام كلها شغل وما نقدر. فلازم اكو 4 نفرات او 5 نفرات هنا لازم نكتلهم. تمام؟ تمام. هاي جاهز؟ جاهز. ما عندي شيء. يلا. هم 4 نفرات؟ اي 4 يمكن 3 دول. خاف يطلعون اكثر النوب. لو تخوف. شوف راح نطب لهم طبه واحده. أي. نركض عليهم. هاك هذا مسدس. نكتلهم؟ لا ما نرمي عليهم قبال. نطب لهم بس نشوفهم. نحكي وياهم بالبدايه حلو؟ ايه. واذا ما اجوا عدله نطب ونكتلهم. دول 4 علاوي. اي والله. 4 دول. هذول 4 نفرات. انا اعلمهم. انا اعلمهم بسيطة. احمد. نطب لهم ركض. تصير اقبالهم ركضة واحدة. تمام. يلا. وش يصير؟ خلي يصير. ما يرمونهم. ما اذا يرمون احنا نرمي. يلا. هاي جاهزين. يلا. 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 بنت انت شايدك هنا. ارجع. كنت لك موصل عادي. بس تحرك. بس انت ما ادري بيكم. وهسه اكتلكم. انتم 4 نفرات. اكو غيركم لولا. قولوا. ايش كم واحد انتم؟ احنا 4 نفرات. وانتم بس 2. روحوا منا انا اكتلكم كلكم. يلا. يلا اشحال منا. نتعارك احنا وياكم. ايه؟ ودي اربع نفرات انكتل. انت وصاحبك انكتل. ودي انكتل انكتل. روح ورجعوا. روح انت. يلا رجع. روح تبارك. رجع يا شباب. رجع رجع. رجعوا بعد. رجعوا. يلا شباب. لاعب لاعب. ارجع. هذا خليه يرجع. ارجع لك. يلا احمد. ممكن. يلا عليهم. وقف. دير بالك احمد.
تتكتلني يهدد من ساعة تهدد والله وياك تغسل وياك نزلة نزلة بصل خصل خطفة هل مت؟ ما تشضل بي إلى جهنم هلا والباقين شلون؟ قتلته؟ قتلته شو تعرف هذا ريحته خاصت بسرعة ريحة الزفرة ما الدم أنا أدري علاوي شو طبعا شو يطلع من عند غير دم ريحة الدم زفرة يلا بقاوش كم واحد بقاو ثلاثة ما اثنين اكتبت اثنين هم أربعة خلينا نطب لهم خويا يلا يلا بعد طلق أخذ لك مني لا خطية هو ما أدري شنو خطية لا شنو وينهم؟ هم هنا قدام وينهم خل آكذ لواحد أصل خطأ القبر راسه وانت توزع طلقات دير بالك لا تعور وين تعور أموت شين بيها التعورة تعال منها تعال هذولاك قدام هذولاك هذا واحد دير بالك بس دير بالك خلي لي أوقفك أنا هو أنا مكاني بس دير بالك بك أنا كسر أصل خواتي بس دير بالك قدامك وين راح هذا قدامك راح لي ورا ما جاي يطلع لبعد دي باك طلع حلو ايه ابلع دير باك من ذاك الورا رجع اعطيني الجقارة انا اعلمهم بسيطة هو شن سوى هسه؟ شكل بقى هما بقى واحد ناظر اثنين بقى اثنين يمكن نفترجهم؟ ها؟ نفترجهم؟ ايه يلا بس اوقف عليك من الجيجار يلا على واحد ورانا موت اسمع صوت رجيين ترى قريبين علينا هما غير يتحركون قريبين؟ هذول يومي هذا واحد افترع له من ورانا هذا واحد منا افتح له منا وانا افتح له منا خلينا نحصره شيله واحد اثنين ثلاثة بيبه لا تحرك هذا هو ما صار بيه قام ما يتحرك هو ما اصلا شوف القصب طب بملابسه كلهن يرمي على اخاف يبقى عادي
يلا هيا اعطيها ما عندي هذا خاص صح؟ ولك شنو انت؟ ما تقول لي الله مشاور بيك قلبت انت مشاور بيه الله هذا ما شاء الله تلقاه السوداء بعد واحد على الناوي بس وين لابت هذا؟ هذا لابت باين قسمه وين هذا؟ هذا بس دير بارك على الناوي هسه نلقاه قدام ايش بيه؟ دي بارك اشتلعبت مسدسة لا نسيت نايم ما يدري بالوضع تعبان خطيه شنو احنا دخلنا كتله دمرونا دورة شنو خطيه يولي اصلا خطلقة وهو نايم خطيه يقعد بنار جهنم هذا اول ما يقعد يلقى روحه بنار جهنم كتله ما يدري بنفسه بعد لا خليه يقوم وصلخه قاعده اقام صار منه ما يدري بيك ورا كتله اقام زمن قدام اطق برجليه هل كتله استهزاء بس يقوم الصلخة بس قاعدة لي أنا أضم مسدسة حتى ما عنده مسدسة يقوم لي أي عافية عافية قوم كتة ولك أنت أصابك زربة لو كاد لك عربانة تبيع زبيب بالسوق مو أحسن لك قاضي هنوم أنت أول مرة أشوف عصابك نايم عصابك نايم سهران البارحة حقه يشرب وطربق الليل كله ولا والله بلوه روح جهنم تبقى نايم هاي نومتك يلا شين شو مسدساتهم شين عاد بعد الشغلة لازم نكملها والله يلا شين لا تغسل وجهك احمد حبيبي قبل فتره تتذكر من نقدت هذا الطفل الاولاك ايه قبل فتره اجيت واحد بالليل تمام طلع لي واحد وجهه يضحك يبتسم ما ادري يضحك ايه هنا بهذا المكان تمام انت ايش سويت تجري هنا انا شو هي انا اقول لك شو اسوي شوف انا هسه هاي العصابه تدري هاي العصابه شنو جاي تدور على كنز هاي العصابة جاي تدور على كنز تمام اني اريد اغلى عليهم واكتلهم كلهم على مود انا وحدي ادور على الكنز وجبتك وياي واكو ولد اسمه فادي لابس كمامة انت مثلين صرتوا صحبان راح ندور على الكنز طبعا. بعد احنا تخلصنا من العصابة لازم شنو نبدي ندور على الكنز لان العصابة كانت تدور عليه بعد راحت العصابة لازم احنا ندور على العصابة بعد. تمام لازم احنا ندور عليه ونلقاه ذاك اليوم اجيت وحدي ادور عليه طلع لي واحد يضحك ما ادري جني ما ادري شنو اريد اعرفه شنو ما ادري هسه انت تشوفه هسه تشوفه وقل لي شنو هذا يا اخي ما ادري شكله غريب هنا جوا نروح ندوره نلقاه تعال منا بس ترى هذا المكان دير بالك من عنده شو مبين خطر طبعا خطر جا غير دنيا الدين وما حد يمه طبعا خطر يخلي هذا المكان يخلي خيلك رب نمشي نمشي وين تمشي بعد وين ما اخذني مشينا نروح وين نزور ونرجع وين نروح غير انت نشوف هذا زور تضحك علي انت شلي زور ويرجع جايبك حمامات هنا شيء اول مره اشوف كرتونه بالصحراء كرتونه هاي مال ماطور مال ماي والله صير ترنقه والله ارقص هلا 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 بالراقصه هلا تضحك علي انت على روحك كان شوف المكان يخوف تتعب دقلي تعال ارقص تعال هناك
احمد هذاك كذا شنو هذا يضحك عيني هذاك يضحك شوفه هو ذاك ذاك اليوم طلع لي وشنو ذاك اليوم طلع هذا رجال يضحك مو رجال والله لابس خناقه اعتقد هو هذا بدي اعرفه شنو ما جاي اعرفه تعال انت تعال انت شاش اقول له ما اعرف علي روح علي يلا امشي نحكي هذا شنو هذا الله يستر هذا بس يضحك الله يستر بس يضحك هذا الطيب بس يضحك هذا متونس بحياته يمكن حزين بالداخل بس بالخارج يضحك ما ادري يضحك هذا من عندكم يا يما ارجع 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 نحن قوم مطانيخ مسقط رأسنا المريخ قول الله شنو ولا قول الله شنو قال شعر انت لا هو يقول من انتم انا المريخ يضحك هذي انت اكو واحد مضحكك تغسل وجهك اللي يضحك اريدك نكتة امك بتنسي بنكتة خالي مين الشي الله ما ادري هذا الجن الجن الضاحك الله يستر نوبة الجن الضاحك بس هذا جن مو بشر شنو مو بشر غير راي هذا اني اياني وهذا اني ريليني اسمعني وهذا اوياها هذا جن يجي على هيئة بشر شبيك ايه من هذا انتم هنا نحن بشر اسمي علاوي وهذا صديق احمد من انت انت بشر لا حيوان طبعا بشر اما هذا الله يسترنا انه اطلاق الريح شو قال انه اطلاق ريح اطلاق نار 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 اطلاق نار ما هذا يقتلنا اذهب وين اذهب 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 وانا سوف اطلق عليك الريح طب ترى ما تشيل بزيج يطلق الريح يري امشي احمد امشي 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 هذا ما يفيدني شنو هذا؟ شنو هذا شنو؟ شنو نعم نار طفل تريد تاخذ لك عضلة الشعبية؟ لا بس ادش وانا اشوف راخي دوم انقطع بسرعة زين نعاد طفل الطفل جابه لهنا جايب المطر الطفل وطامس هنا نعال نعال اثره هذا لك عضه طوبي شنو اخذ عضه شنو هي اخذ عضه شو واحد من يجوع يضل ياكل نعول عادي احنا جوع نعول ناكل تعطيني اياه شوفك علينا انت شوف هذا ترجع طلع عندنا ما ادري منين عوفا عوفا لي عوفا ولك انت كفو اي ولك والله ايش جاي يسوي بس شراويه ما ادري شنو بس ولك والله العظيم أكلك إيه أطعطعك الطعطع وأنا على سلفة سلفاك وأموتك موت كفو تعرفنا أنا منو؟ شاب لا تدوخني تعرف أنا منو؟ افتح ساحة إذا أنت زلمة كفو مال زماك أم ماك جايب أنت مال زماك أم ماك جايب بالله يهوس وياك هذا يعرفني حلو هذا يعرفك شو شو حلو شو هذا يضحك علينا شبيك تعال تعال اريد ابوسك اذا ممكن ماذا ابوسك بوسه من ماذا يعني هذا بوسه من اجل الصلح طيب اعطيني بوسه قلت لك اعطيني بوسه ولك والله العظيم اقطعك تقطع
شنو هذا إزار؟ لا لا دقق لا دقق ارجع شنو هم؟ حصره متى؟ حصره ليه؟ كذي حصره شنو ديت هو غير شوفه لي؟ بروح ايه ابني من هنا وين اذهب من هنا؟ اريدك انت كمروح يرافس ايدك ايدك بس طلع لوينه الله يسر ايه ابني من هنا شنو هذا شو حرباتي؟ انطل انطل ايه الحبة يا اخي الله يسر لا هذا مو بشر هو مو بشر والله مو بشر لا هذا عورك لا عورك أعوذ بالله استر محمد وعلي راح هو يعوف هذا بعدين نعرف قصته الروح خلي الروح ايه وبعدين نعرف قصته شنو هو مليخ ايدي مليخ قوي والنوبة هذا مين جبتني يا ريخي خليتنا جبنا سلاح لأشي أرانا لقيته هنا إيه لو عدنا ساحة عرفنا شلون نتصرف وياه خلي نروح ويا بعدين نرجع لنشوف شنو هذا خلي نروح نكمل شغلنا باقي صعبش كبر احنا ما قدرت انها ساعد يقدر اني ما انا اقول لك الطق ما يخليك تتعرف صوش بيك السلاح قل الذبة بالبيت المرة الجاية اذا اجي هنا نجيب السلاح ولون كتلة اذا ما اعترف نكتله اذا ما اعترف من هو تمام يلا